الشلده ديال المعزي حنا تقاتلنا عليه، مشينا سافرنا بعيد باش نجيبوا العطارس، باش نجيبوا جلد زوين، باش نفرحوا الدراري، باش نشوفوا الدراري شي حاجه زوينه، ماشي شي حاجه خانزه كما كيقولوا الاغلبيه ديال الناس. وحنا الشهاده كنديروه كل عام، حنا راه تقريبا من 2012 دابا وحنا خدامين على الشهاده باش تشوفوا الطرو هذا كيكبر، راه دابا ولا دولي كما كتشوفوا. ديما ناشطين الحمد لله في كذا الشيء، كيستمر تقريبا 15 يوم حتى 20 يوم، الانسان يفوز شي على راسو. هذا هو الهدف، انه الانسان يبدل ونفوجوا. وحنا راه ماشي كنديروا هادشي على الصداع ولا الحساب كما كيقولوا، حنا راه واعيين وقاريين والحمد لله هادشي اللي كاين. حنا بينا نفرحوا الناس، وكما كتشوف راه السكنه المغرب كلها كتجي تقريبا لهنايا باش تفرج في هاد الخير هذا. ما كاين حتى شي حاجه كما كيقولوا الناس الاخرين، الاغلبيه كيقولوا بلي زعما هادشي كنديروا على حساب الصداع، ولا كاين اللي كيبغي يحتايف ولا داكشي، لا علاقه له به بوجلود. بوجلود من التراث ديال الجدود لقينا حنايا هنا باش نخلقوا واحد لومبيونس ما بين الدراري وما بين الرجال. كما كتشوفوا العيالات كبار وصغار كاينين هنايا، كلشي كيتفرج فينا وكلشي ناشط الحمد لله. هادشي اللي بغينا نوصلو لكم حنايا، على ما كنظن في هاد الاونه الاخيره الدراري كاملين كيتقادوا باش يديروا شي حاجه زوينه. كاين اللي كيخسر فلوسه على الماكياج، كاين اللي كيخسر فلوسه على الجلد، غير هو حاب بداله والدراري ينقصوا شي الماكياج، حيتاش الاصل والتراث هو هاد اللبسه اللي كتشوفوا كما هي، الغنمي والجلد. الا درتي شي حاجه كحل عينيك وخرج، فهمتي هادشي اللي كاين، وكل واحد حر في داكشي اللي كيدير. غير هو حاب بداله والدراري ينقصوا من الماكياج. مع السنه الماضيه بان لي كاين واحد التحسن، كاين واحد التحسن اللي كبير. في الاول كنا مخلوعين انه ما يلقاش هذا الفوج الكبير اللي جاي يتفرج فينا، ولكن الحمد لله جاو الناس وفرحوا بينا ونشطوا معنا، وهذا الشيء حنا بغينا نشوفه. ملي كتشوف الانسان كيضحك وناشط راه الحمد لله، راه حتى انت كتنسى العيا وكتنسى كل شيء. كما كتشوف راه باقي الحمد لله السفل، حيتاش الناس كيضحكوا لينا وناشطين. هذا الشيء اللي كاين بعد ما تم النجاح في النسخه الاولى اللي كانت فيها الخير عليا، كما انها كانت النسخه الاولى وانا اللي كنت فايز باول نسخه، داك الشيء اللي خلاني نجي نشارك عاوتاني هذه السنه الثانيه، وكنتمنى ناخذ اللقب على شله. التعداد كيتم قبل شهور لهذه الدوره، خصوصا انه بدات التنافسيه بين ولاد مدينه اكادير، وعاد انه العام الفايت كما قلت لك كان عندي اللقب، زادت لي مسؤوليه على 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 غير الناس، حيت كيخصني نحافظ على نفس الريتم او نطلع عليه. داك الشيء اللي خلاني انني نوجد على اكثر من 4 شهور ولا 5 شهور باش نقدم شي حاجه للناس ديال اكادير اللي تعجبهم. المهم جينا شاركنا في هذه الجفيليه اللي كانت تقريبا هذه الدوره الثانيه ديالو، عنده قرون وهو كيدار، ياك فهمتيني؟ غير حنا كنواصلوا فهمتيني؟ من الاحفاد للاجداد، حنا صغار ملي كنا صغار تنلقاو جدودنا فهمتيني، الوالدين ديالنا كيديروا هذا الشيء، وكنت انسبيراو منهم ياك فهمتي؟ فاش كيكبروا حتى هما ما كيبقاوش قادين هذا الشيء، تنوض الشباب لذاك الشيء فهمتيني؟ المهم جينا شاركنا في هذه الجفيليه ان شاء الله، وتنتمناو نديو المركز الاول. شاركنا بفرقه المهم فيها شحال من حاجه، شحال من شخصيه ياك فهمتي؟ كاين موشي، كاين افقير، كاين تفقير، كاينه عطار، كاينه شحال من شخصيه. الدراري ديال الشخصيات كاينين شخصيات اللي جديده فهمتي يلاه درناهم، وكاينين شخصيات عريقه في المجتمع الامازيغي. كاين اللي كيقول لك اودي هذا الشيء عباده الشيطان ماسونيه فهمتي. المهم بغيت نوجه لكم واحد الرساله، لان ما هذا الشيء راه ما عندها حتى شي معتقد عليه، حتى شي معتقد ديني. هذا الشيء كنديروه كنشطوا بيناتنا وكنفرحوا الناس فهمتي، كيتجمعوا الناس كيفرحوا داك الشيء فهمتي. هذا هو الهدف ديال هذا الشيء، لما ما كايناش وكنحيوا التراث ديالنا اللي خلاوه لينا جدودنا فهمتي. هذاش ما يمكنش نسمحوا بشي حاجه خلاوها لينا جدود ياك فهمتيني، شي حاجه لقينا واديين تنديروها وتيديروا بوا عليها مجهود ياك فهمتيني، ما يمكنش نسمحوا فيها. اي بوجلد حنا كنشطوا كنبغيو شويه نفرغوا، راه عارف انت القرايه الخدمه شحال من حاجه، ما داكشي تاع الماسونيه وداكشي راه ما كاين هذيك الهضره، داكشي كاع ما معمرين به حنا راسنا، كنعرفوا غير نلبسوا ونحيدوا ونلوحوا هادشي اللي كنعرفوا. بوجلد راه كيف ما كتشوف راه ديما هادشي كنديروه حنا، ديما شي 5 سنين هادي ولا 6 سنين، قبل شهرين وحنا كنوجدوا لهادشي. كل واحد راه باش تقامت عليه هذا كيتقامت عليه، هذا ب60 هذه ب60 هذا ب60 كامله مخيومه بثمن واحد، كنضي بلاصه وعلى الجلد كنطلعوا ليه حتى اللفان تاع المغرب الناظور مليلياك الميم، كنمشيو كنبداو نجيبوا الجلد تما. كبرنا في هذا الشيء هذا، كيف فتحنا عينينا لقينا هذا بوجلود هذا، تربينا حتى حنا معاه وخلقناه معاه وديما نبقاو هكا. المشاركه كما لاحظ الجميع فيها تحسن كبير مقارنه مع السنه الماضيه، هناك مجهود كبير على مستوى التنظيم، مجهود كبير على مستوى الابداعات الشبابيه. شارك تقريبا ما يقارب 2000 مشارك من مختلف الفئات، فيهم على الاقل واحد 50 مجموعه يعني او فرقه كرنفاليه، فيها ما بعد 11 او 12 فرقه نسميها تراثيه موسيقيه، والعشرات والعشرات من الافراد الذين شاركوا بالمون. وننتظر النتائج بفارغ الصبر، لان هناك لجنه تحكيم فيها خبراء وطنيين
وطنيين ودوليين انكبوا تيلة اليوم من أجل اختيار أحسن يعني أحسن المجسمات، أحسن الفرق الكارنفالية، أحسن قناع، أحسن بيلمون إلى آخره. ننتظر النتائج التي ستقدم في إحدى سهرات مهرجان تيميتر. معنا نحن في مجتمعين ديمقراطيين، من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، ولكن حين ننظم هذا الكارنفال فنحن لا نبحث لنجيب أحدا، كما احتفل به أجدادنا منذ قرون نحتفل به اليوم، ولا نبحث أن نقنع أحدا ولا أن نجيب لأحدا ولا أن نقنع أحدا بقبوله. الناس يقبلون هذا التراث، إنه تراثهم منذ قرون. الدليل هو الحضور الكثيف للجماهير الغفيرة جدا والتي وقفت طيلة اليوم في نظام وانتظام وبدون أي مشاكل تتابع فقرة هذا الكارنفال. أعتقد أن هذا لا أقول أحسن جواب، كما قلت لأنه لا نجيب أحدا على كل حال، هذا الأمر الأساسي. الشيء الثاني هو أن هذه الدورة هذه فعلا انفتحت على المشاركة الإفريقية، كاين 4 دول يعني توغو البنا وكوناكري ودولة أخرى نسيت اسمها، وقدموا عروض شيقة جدا استحسنها الجميع، وأكدوا مرة أخرى بأن المغرب إفريقي وبلد إفريقي، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي أعتقد أنها شيء عادي جدا ويعزز مكانة المغرب داخل إفريقيا ومكانة البعد الإفريقي داخل المغرب. اليوم كان هذه الدورة هذه تقريبا نقدر نقول 51% ديال الحضور زايد على السنة اللي فاتت، بالخصوص كانوا إبداعات كبيرة من عند الشباب اللي داروا مجسمات وداروا مشاركات بفرق كرنفالية اللي كيتحدثوا على لوحة فنية اللي كتعبر على موضوع، وكانوا عدة مواضيع، ولكن اللي كان أساسي هو هذا الحضور القوي ديال السكينة والمواطنين والعائلات كي قلت والأطفال والأبناء بواحد الكثافة قوية اللي كانت هي حقيقة الجواب الحقيقي والمناسب لكاع الناس اللي كانوا كيهاجموا هذا الكرنفال هذا بادعاءات اللي كل شيء عارفه بلي راها كاذبة، والمواطنين اللي حضروا أعطوا الجواب في ميدان أنه هذا تراث وموروث مغربي حقيقي متأصل غير ما مستورد لا من الشرق ولا من الغرب، وأن المغاربة والأمازيغ في سوس متشبتون به وفي الاستدامة دياله، ويكون هو قاطرة لتنمية المدينة وقاطرة للتعريف بالمدينة وجلب السياح وفتح يعني نوافذ للشباب باش يبدعوا محليا وكذلك باش ينفتحوا على مشاركة دولية في العالم. هذا المهرجان بطبيعة الحال خلق أجواء مفعمة بالإبداعية بالطاقة الإيجابية، يعني هناك إبداعية متعددة الأصناف كلجنة كعضو في لجنة التحكيم، هناك يعني أرضية وهناك مقاييس متخذة، كانت اجتماعات كانت تحضيرات. نعتقد إن شاء الله أننا سوف نعيد رؤية هذا الكرنفال من جديد على الوسائط على الفيديو، وبالتالي إن شاء الله سوف نخصص غدا لتقييم كل صغيرة وكبيرة وحتى نكون في المستوى. الحقيقة يعني أن هذه الدورة الثانية قد أقول أنها أعطت قيمة إضافية عن الدورة الثانية، ولكن هناك مجموعة من الأسئلة، لنكون متفائلين وإيجابيين وبالتالي نقول هناك مجموعة من الأسئلة يجب إعادة طرحها على مستوى مثلا الإعداد للأدبي والارتباط يعني بالعمق الثقافي لهذه الظاهرة، يعني أن دائرة الاقتراحات ودائرة يعني المشورة يجب أن تتسع للبحث العلمي للندوات إلى غير ذلك، وهناك رؤية لابد شحنها بأفكار جديدة، شحنها من ناحية الفنية من ناحية الإبداعية، بالتالي أن المجال مفتوح، ما يهمنا هنا هو استثمار هذا الشكل الفرجوي العريق والعميق في الوجدان الشعبي المغربي، يعني تسويقه وبالتالي أن يعود بالنفع الاقتصادي والسياحي على مدينة أكادير، هذا 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 مهم. أما على مستوى مثلا نحن على يقين أن أكادير كلها كفاءات ولها من طاقات من الشابة والمبدعة والمبتكرة ما يجعل إن شاء الله هذه المدينة أن ترتقي بهذا المهرجان إلى مصاف يعني الدول الراقية، لما لا مثل الكارنفال ريو دي جانيرو بالبرازيل إلى غير ذلك. قبل المغادرة
لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.